كريم ينعاد عليك يا رب. سلمك، رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. الله يسلمك، تفضلي. يعني مثل ما شايفين انواع كثير من الخبز، انواع كثير من المعروك، تحكي لنا شو عم تقدموا بالشهر الفضيل؟ والله هو نحن بالرمضان بنحط المعروك بالجبنه بالشوكولا بالقشطه، محلب بالحليب نعجنه، يعني شيء لقمه طيبه يعني، والحمد لله رب العالمين الله مكرمنا. طيب تحكي لنا هل في شيء الأشاطي يمكن أكثر الأشياء اللي بيطلبوها الناس بهي المرحلة؟ الأشاطي أكثر الأشياء اللي بيطلبوها الناس برمضان؟ هلا نحن القشطة حموية طبعاً بنجيبها من حماة، بنحطها بالقرص معروق، التمر كمان برمضان. طيب. في حلويات ثانية بتعملوها؟ هلا حلويات يعني كرابيج معمول قصدك؟ لا. يعني قبل العيد بعشر ايام مثلا هدول للعيد. هلا هون الافطار هيك اسمه خبزه رمضان، بتختاري بالجبنه بالتمر جوزين الزبيب بالشوكولا، في بالشراب اللوز الفستق، يعني في الحمد لله كله كويس الحمد لله. شو اكثر الاشياء اللي بيحبوها الناس؟ صادة. هلا يعني اكثر شيء يعني الوسط وتحت الوسط صادة، يعني في عالم ما له قدره تشتري محشي، يعني بين الصادة والمحشي دبل عن حق الصادة. طيب قد ايش صار لكم بهي المصلحة؟ صرنا شيء 12 سنة. ميلادية. بحلب أول عمي يعني الله يرحمه، بس ما هي مصلحتي، مصلحة عمي يعني. إيه. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله رمضان كريم ينعاد عليك يا رب. أنا وعليكم إن شاء الله، الله يعطيكم العافية، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك. عمر حلاء من لادية، من سكان مدينة لادية ومن شارع أنطاكيا. أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله رمضان كريم ينعاد عليك يا رب. علينا وعليك يا رب، رمضان كريم على الكل. هو أكتر شيء بيميزكم اليوم في كتير محلات عم تعمل مشروبات، يمكن هذا اللوك اللي هو اللي اخترته، يعني مع غطاء الرأس وهيك. هلا أول شيء المواطن أو بشكل عام يعني عم يدور على النظافة بظل هالأمراض وبظل هالشيء، كلهم عم يعصروا يعني، بس حبينا نختلف بموضوع النظافة، وكثير عالم قالوا لنا لو ما النظافة ما بنجي لعندكم، يعني بالنسبة من القنينة للكفوف كله مختوم وكله صحي يعني، طبعا الرقابة كمان الصحية ما بتترك حدا إلا إذا ما كان بالشروط المناسبة. طيب احكي لنا شو عم تقدموا هون مشروب؟ هلا نحن أول شيء عم نجهز الرمان والجزر طبيعي، كله طبيعي، والبردقان كمان ليكي مثل ما شفتي طبيعي، وفي إقبال الحمد لله رب العالمين، العالم مبسوطة بهذا الشيء. طيب شو أكثر شيء الناس عم ترغبوا برمضان بالنسبة للمشروبات؟ هلا المشروبات الرمضانية التمر هندي والسوس هدول ما حدا بيتعدى عليهم يعني، عرفتي كيف؟ بس العالم بتقلك إنه لا بشرب ابني طبيعي، عرفتي كيف؟ يعني صارت الأسعار متراوحة يعني بين السوس وهدول يعني ما إنه رخاص، فبيقلك إنه لا بشربه طبيعي. اليوم بين الطبيعي مثلا الجزر ولا الرمان، شو اكثر شيء الناس ولا الليمون؟ اكثر شيء العالم الجزر. هلا لهم ثقه، ليش؟ لانه اول شيء عم يشوفوه قدامهم، عرفتي كيف؟ والرمان نفس الشيء، بس بيقول لك انه الجزر اطيب شيء، وهلا موسمه حلو هيك. ينعاد عليكم يا رب، ضلوا بالف خير. تسلمي، رمضان كريم على الكل، وضل سوريا بخير يا رب، الله يفرج على الكل. نحن الحلو انه اليوم نحن بشارع انطاكيا، فيعني اللي بيميز هذا الشارع يمكن احنا متعودين نكون بصليبه، فاحكي لي هيك شوي اكثر عن الشارع، عن اجواءهم. انطاكيا اول شيء كمان يعني صليبه هلا رقم واحد اكيد، يعني ما حدا بيتعدى عليها، بس شارع انطاكيا ما شاء الله يعني هلا ساعه كمان وما بتلحقي كمان هون البركه، زحمه وعجقه ومعجنات انطاكيا لتحت، وراي الشباب كمان عم يعملوا خبز كثير طيب، فكتير كمان هون شارع مزدحم. نعاد عليكم يا رب، تضلوا بألف خير، رمضان كريم. تسلمي، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، شرفتوا، أهلا وسهلا. رمضان كريم عمو، ينعاد عليك يا رب. علينا وعليكم، عبيك السنة يا رب. عمو تعرفنا عن حضرتك؟ أنا عماد دين غزالة، فران من سنة 1965. اللهم صل على النبي، وكل رمضان عنا التشكيلة مميزة برمضان. بالفعل انتم بتتميزوا بتشكيله كثير متنوعه بشهر رمضان المبارك، احكي لنا عن الموجود. يعني الفرنسي هون، وعندنا المعروف بجميع اشكاله، بالقشطه وبالمربى وبالشوكولا وبالسمسم وبحبه البركه. وكل الحمد لله رب العالمين كويس.
عمو. طيب من ايمت انتم بتشتغلوا؟ يعني من انت موجود بهذا الفرن هذيك الايام؟ قديه صار له هذا الفرن؟ الفرن من 90. طبعا انا كنت فران خبز قبل منه، بس صلاتي هي من سنه 1965. عمو طيب كان دارج هاي الانواع المحشيه من ايام زمان؟ لا ما كان دارج. هاي انا هالامور هي درجه من كم سنه وهالحل بس، ولا كان المعروك عادي جدا جدا وشي رخيص وبالسمن الحيواني، وفي كان يعني تشكيلات كويسه ورخيصه كانت. تتذكر شو كانت اسعارهم؟ بالفرنكات وبالليرات. يعني انا كنت ولد كانت يوميتي 4 ليرات، كانت كيلو لحم الغنم 2250 ليرتين ونص. يعني كانت يومي تصحيح 3-4 ليرات بس كنت اكل لحمه. هلا مع الاسف ما بقدر اكل لحمه. ان شاء الله يا رب بينعاد على هالبلاد بالخير يا رب، وشهر كريم اكيد. فرج من اوسع ابوابه. امين يا رب. والله رمضان كريم يا رب. يا رب وعبيك كل سنه وبتضلوا بألف خير، وسوريا بتضلوا بألف خير يا رب. تكرموا، اهلا وسهلا فيكي.